المشاهدين أكثر بحضرتك؟ تفضل. والله بالبداية أنا قدمت على هالبلد من 20 سنة ما شاء الله، واشتغلت في مجال السيارات وميكانيك السيارات، والحمد لله صار لي 18 سنة بهالبلد. الحمد لله فتحت عدة مجالات ومنهم مجال السيارات ما شاء الله، والحمد لله لحد هسه الأمور طيبة. خلينا نخبر السادة المشاهدين عن الأصالة وشو الخدمات يلي بتقدمها الأصالة للفحص الفني. تفضل. الأصالة للفحص الفني فيها عدة خدمات، منها فحص السيارات على الكمبيوتر، فحص الصبغ، فحص الشاسي، فحص أنظمة الكهرباء فيما يتعلق بجميع أنواع الكهرباء يعني، والحوادث والتهريبات والقصص هاي. جميل. وأيضا كمان هي برمجة جميع أنواع السيارات، وبرمجة جميع أنواع السيارات يعني أي واحد مثلا عنده سيارة بده يشتريها بنجيبها لعنا بنفحصها، بنفحص له إياها من الألف إلى الياء، والحمد لله يعني صار عندنا سمعة وبنعطيه الثقة يعني، ونحن بهمنا الثقة أكيد بين زبايننا. طبعا اهم شيء المصداقيه بعملنا والثقه بعملنا، لانه الزبون عم بيجي بحط الثقه كلها فينا. صحيح. ونحن يعني ما بنقبل الغلط، يعني بدنا نعطيه تقريبا 99% شو فيها السياره. صحيح. ايضا مستر زياد، هل انه بتاخذ جميع انواع السيارات ولا سيارات معينه؟ يعني بشكل عام جميع انواع السيارات ما عدا الديزل. الديزل والسيارات الثقيله. اما كل شيء سيارات، صالونات، استيشنات، بالضبط غير الثقيله، هي كلها بنشتغل فيها وبنفحصها. وكيف حدثك استثمرت هون داخل دوله الامارات وكيف كانت كبدايتك ايضا؟ الحمد لله انا لما جيت من تقريبا 20 سنه على بلد الامارات كان بلد جديد وبلد منفتحه. صحيح. والحمد لله تلقينا دعم كثير كبير وتسهيلات كبيره، والله يخلي شيوخ الامارات فتحين فرص لهالعالم ولهالناس اللي تستثمر، وما حدا يعني كل الناس هون يعني محبة لبعض ومساعدة لبعض، والحمد لله تلقيت دعم وبتشجع بعض، وأنا كان يعني فضل كمان إلى أخوتي شجعوني ودعموني لوصلت لهالمرحلة. والحمد لله يعني صلنا مستمرين بهالمصلحة، وكل ما عم نطور لأنه كل شيء عم يتطور، البلد عم تتطور، السيارات عم تتطور، ونحن كمان بالاضافه عم نتطور معاها، يعني كل يوم عم بيطلع شيء جديد ومتابعين. انت حضرتك مواكب طبعا التكنولوجيا، لازم طبعا لانه كل فتره عم بينزل شيء جديد واوبشنات جديده للسيارات. نحكي عن نعمه الامن والامان في دوله الامارات، خبرنا أكثر الحمد لله دولة الإمارات دولة الأمن والأمان، الدولة الوحيدة اللي بتحس ما تشعر فيها بالغربة، تشعري بين أهلك وناسك. صحيح. الحمد لله يعني، وعشت أنا بهالبلد أكثر ما عشت ببلد الأم. صحيح. فعلا بلد قدمت كل شيء، يعني كل شيء خير. طبعا أهم نقطة لما يكون في أمن وأمان أنت بتنجحي بكل شيء يعني.
بتوجه رسالة شكر للشيوخ وحكام دولة الإمارات. تفضل. أنا بتشكر جميع شيوخ الإمارات على الخير اللي عم يقدمونا إياه، الله يخليهم ويحفظهم يا رب، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. لوكيشن المحل حاليا موجود في عجمان في منطقة اسمها المويهات 3. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم سما الخليج وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.